دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن مشاكل الجيوب الأنفية ونصائح حضرتك تحب تديها للناس؟ حضرتك انت بتتكلمي على مرض يعني منتشر جدا جدا في مصر، وهو مشاكله مش بس حتى قاصرة على الجيوب الأنفية، بتشمل حاجات كتيرة قوي وفي مراحل عمرية مختلفة. يعني هو الجيوب الأنفية مش بس مرض للصغيرين أو مرض للكبار، لا ده مرض للصغيرين وللكبار، دي رقم واحد. ومرض مرتبط بالبيئة اللي احنا عايشين فيها والبيهيفير أو السلوك اللي احنا بنسلكه. مرض مرتبط بالتراب، بالدخان، بالعادات السيئة اللي هي زي البخور مثلا والحاجات دي، ومعطرات الجو، ومرتبط بتيارات الهواء. فطبعا مين فينا ما بيتعرضش للحاجات دي؟ الجيوب الأنفية في الأطفال بتبقى مشاكلها لها مشاكل ولها مضاعفات جامدة قوي، إن سهل قوي يحصل مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي. سهل قوي انها المخيط او الصديد اللي ناتج من التهاب الجيوب الانفيه ممكن يوصل للحنجره ويعمل كحه جامده جدا للطفل، وممكن يعمل مشاكل تنفسيه في الجهاز التنفسي، وممكن الطفل يفضل يكح ويروح للجهاز لدكتور الاطفال وللجهاز التنفسي، وهي المشكله كلها في الجيوب الانفيه. يعني اتجاه مش مظبوط. يعني بالنسبه للكبار طبعا هي بتعمل حاجه زي بؤره فساد في الجسم، فحتى مش اثناء الالتهاب الحاد، حتى بعد ما بياخد العلاج وما خفش كويس بيبقى حاجه في ستيت او في مرحله من الالتهاب المزمن. والمرحله الالتهاب المزمن دي مش بس بيشتكي من مناخيره كمخاط او كافراز او صداع، لا ده بيشتكي انه بهمدان جامد في جسمه وتعبان، بياخد كفايته من النوم ومع ذلك بيصحى تعبان وهمدان، جفاف في الحلق المزمن جدا. طبعا المشاكل دي بتأثر على شغله وبتأثر على الوقت اللي هو بيستهلكه في عمله. الجيوب الأنفية حلولها لازم في دور على المريض وفي دور على الدكتور. دور المريض لازم يتجنب كل مهيجات الجيوب الأنفية اللي احنا ذكرناهم، واللي هي اضطراب بكل انواعه، الغبره والعفره، الدخان طبعا يشمل دخان السجاير والعوايد السيئه عندنا، اللي احنا مثلا في الشتاء بنولع حاجه اسمها منقد، ممكن حضرتك ما تعرفهاش بس بتطلع دخان طبعا، والدخان السجاير برضو، البخور والحاجات دي برضو، الحاجات دي كلها المفروض انها تبقى تبسيط خاص، يعني ما تنساش حد يعني يستعملها المفروض يعني او يستداولها يعني. فده دور المريض، لازم يكون حريص على صحته ويبعد عن المهيجات دي بقدر الامكان. دور الطبيب انه بيختار المضاد الحيوي المطلوب لهذا الميكروب او الاورجانيزم، يعني لان الميكروبات بتاعت الجيوب الانفيه مختلفه شويه، فلازم المفروض نعرف نوع الميكروب ايه ونعرف المضاد الحيوي اللي هو مظبوط عشانه، دي رقم واحد. ولازم طبعا يكون معاه حاجات مزيله للاحتقان بتاع الانف، سواء بخاخات كورتيكوستيرويد او سواء مضاد للاحتقان مع مضاد الالتهاب، بحيث يبقى العلاج متكامل. ولازم العلاج يستمر من اسبوع ل 10 ايام، مش اول ما الاعراض تختفي يوم المريض يوقف العلاج فيخش في التهاب مزمن ويحصل فيها بؤرة الفساد اللي هي فيها التعب والهمدان. شكرا لحضرتك.